يلا بدات عندي الحياة. عشنا هما الحياة بلا نضاضة. السلام عليكم، معكم زهير. جيت اليوم نعاود لكم على التجربة ديالي في عملية بي كا ار. 15 عام وانا كندير نظاظر، برزطيني بزاف في حياتي صراحة، خصوص الخدمة. كنخدم في البحر، كنغطس، داكشي كان خصني نحيد نظاظر باش كنغطس، ما كانش كيبان ليا مزيان. جيت لهنايا دخلت سولت، قالوا لي غدير راديوات. درت راديوات، الحمد لله راديوات كلهم كانوا عندي مزيان. راح مع جوجونس قال لي غتمشي غد الكلينيك قريب هنايا. مشيت دخلت، جا السي دكتور رفاعي دوز ليا العمليه، ما حسيت بحتى شي حاجه، ما حسيت بوالو والو والو. ديك الساعه ما كاملاش 5 دقائق، شي 30 ثانيه ما كاملاش، دير عينين بجوج، درت البي كا ار، الحمد لله ما حسيت بوالو. مشيت في حالتي للدار 5 ايام، تبع التريتمون، عاود جيت كونترول. دابا الكونترول الثالث دابا كنجي الحمد لله بخير، كنحمد الله. شوف ولا عندي 10 على 10، كنشوف الحمد لله. شي ما كنتش كنتوقع غنشوف بحال هكا، غادي يحسوا بيا غير الناس اللي دايرين نظاظ، وغايجيو ان شاء الله يديروا هذه العمليه هذه، وغادي يشكروني على هذه النصيحه اللي غادي نصحهم صراحه. الا كنتي داير نظاظ ومكرفسينك بي كا ار، كنحمد الله، كنحس براسي بحال يلا بدات عندي الحياه. عرفتي شنو هما الحياه بلا نظاظ؟ راه كانوا 15 عام ومكرفسيني، الحمد لله دابا كنحمد الله بخير.